روحك تلقاها اول معناتها الكلمه اللي لازم نقولها. واحد لازم يخدم ديما يغزر قدام. ان شاء الله نعمل حاجه باهيه ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. ايمن يقلقك باقي الكلام اللي ديما مثلا ديما فما تشكيك في ايمن فما متابعه لايمن يقلقك الكلام هذا؟ كلام مانيش اسمع فيه معناتها ما نكذبش عليك، ما بالعكس هي كلمه سوى باهيه سوى خايبه ما لا تزيدني معناتها تحطني نزيد نخدم. عندي اوبجيكتيف في حياتي مانيش نغزر الكلامات. اللي يغزر الكلمات هذي انا بالنسبه لي انا نخدم عندي تيران نخدم فيه ان شاء الله واحد يعاون باللي يقدر عليه موجود في المنتخب وان شاء الله في جمعيته ان شاء الله. ايمن كيفاش لقيت المواجهه ضد النجوم من الدوري السعودي برشا نجوم في الدوري هذي كيفاش كانت الاجواء؟ صحيح معناتها الانتجراسيون تبدا من الاول كيما تعرف العباد الكل، مي انا حاضر لها ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله نزيد نبرهن اللي دحمان معناتها من مقدوره انه يعمل ماتشات كبيره. ان شاء الله جاي خير سواء لجمعيتي وان شاء الله توانا موجود في تربص مركز على الماتش الجاي نتاع المنتخب ومركز على الستاج. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله وربي يوفقني انا ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.